الله يساعدهم. سيد ابو الغيث طالبك الغيث توصل امرنا الرئيسي للوزاره، احنا المسؤول الحكومي عن الدفاع والتامين. وبالغيره لا جماعتنا بالماليه هسه رايحين ممثلين عندنا قال لهم عن الموازنه مال 23، احنا تدربينا صوتوا لنا بالقانون مال امن الغلاء حتى لا تعيدونا، بس ذبتونا هذا الشهر والشهر اللي وراه بدون راتب. سيدي بس ذبتونا وطونا الراتب بالشهر الواحد وكلهم باب. والله العظيم اسمح لي شوي وريت من الله ومن احنا داخلين انا مهندس خرج 2005 انظلمنا كلتنا هواي، انا واحد من الناس من 2005 انظلمنا بالدوره الضباط وشفاي تحويل مدني هاي احنا هسه مستقيلين. مسوقه عقودهم الدفاع والدفاع مسوقه عقودهم مستقيلين وما حد يبغى يرجعنا. ما حد يباشرنا، سوينا معاملاتنا واحنا اكتشفنا انه الفلوس رايحه وجينا بلغنا احنا بدنا نتحرك.